رتل الآيات هيا نحن نصغي في حفاوة ولتكن دوما نبيها عند تصحيح التلاوة. أسعد الناس تقي يتغنى بالكتاب ماهر يتلو ويرجو أنعم الله علينا بين كل العالمين رحمة منه وفضلا أنزل النور المبين. رتل الآيات هيا نحن نصغي في حفاوة ولتكن دوما نبيها عند تصحيح التلاوة. أنعم الله علينا بين كل العالمين رحمة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وحياكم الله جميعا في كل مكان أيها الإخوة والأخوات في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم تصحيح التلاوة. وفي هذه الحلقة إن شاء الله تعالى كعادتنا معكم إن شاء الله نسعد باستقبال اتصالاتكم على الهواء مباشرة بعد التلاوة المقررة للحلقة من سورة الانشقاق إن شاء الله تعالى، فنرحب بكم وباتصالاتكم ومشاركاتكم على الهواء مباشرة، ونبدأ تلاوتنا على بركة الله من أول سورة الانشقاق. خذوا مصاحفكم الشريفة وافتحوها على الصفحة 589 ونبدأ مستعينين بالله تعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. إنه كان في أهله مسرورا. إنه ظن أن لن يحور. بلى إن ربه كان به بصيرا. فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق. فما لهم لا يؤمنون. وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. بل الذين كفروا يكذبون. والله أعلم بما يوعون. فبشرهم بعذاب أليم. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. بارك الله فيكم وأحسن إليكم،
وأرجو أن تكونوا قد تنبهتم معنا إلى التلاوة واعتنيتم بما ورد فيها من الأحكام. ومن هذه الأحكام التي وردت معنا في هذه التلاوة بعض ما يتعلق بمد العوض. تعالوا إلى الآية الثامنة والآية التاسعة والآية الحادية عشرة والثانية عشرة والثالثة عشرة والخامسة عشرة. هذه الآيات كلها انتهت بتنوين منصوب كما ترون، حسابا يسيرا في الآية الثامنة وينقلب إلى أهله مسرورا. فإذا وقفنا على هذه الألفات المنونة فإننا نقلبها إلى ألفات مادية بمقدار حركتين، فنقول يسيرا تصير يسيرا، مسرورا تصير مسرورا، ثبورا ثبورا، سعيرا سعيرا. هذا المد يسمى في التجويد مد العوض، كما ترون واضح من اسمه أننا عوضنا بدل تنوين النصب ألفا عند الوقف عليه. هكذا يكون الحكم بارك الله فيكم. هناك أيضا بعض ما ينبه إليه في هذه السورة. في الآية السادسة قوله تعالى إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، حرف الهاء هنا لا بد من بيانه عند القراءة، فلا نقول فملاقيه قي. بعض الناس إذا قرأ لا يظهر معه الهاء، فملاقيه هكذا يصير فملاقيه. أين الهاء؟ فهذه يعتنى بها في حالة الوقف عناية شديدة. فهكذا بارك الله فيكم يتبين معنا بعض الأحكام الواردة في هذه السورة. ونأخذ أيضا بعض الأحكام الأخرى المتعلقة بالتفخيم والترقيق. فهناك الحروف إذا جاء الحرف المرقق وبعده حرف مفخم وجب أن نعطي المرقق حقه والمفخم حقه. تعالوا مثلا عندما نقرأ في الآية الرابعة في قوله تعالى وألقت ما فيها وتخلت، لا نقول وتخلت طاء تخلت، هكذا التاء انقلبت إلى طاء. ما السبب في حدوث هذا؟ السبب أيها القارئ الكريم وأيتها القارئة الكريمة أن الخاء مفخمة وقد جاورتها هذه التاء المرققة، فهذه التاء الضعيفة المسكينة بجوار الخاء المفخمة فخمت لأجلها وهذا لا يصح. فلا نقول تخلت وإنما تخلت، تخلت بهذه الطريقة. كذلك في الآية الخامسة عشرة قوله تعالى إن ربه كان به بصيرا، لا نقول با با، الباء إذا فتحت نقول باء فتحة با ولا باء فتحة با، ما فيش با في العربية، هذا صوت غير صحيح. فنقول با بصيرا بصي، نفخم الصاد ونعطيها قدرها من التفخيم الكامل الجيد ونرقق الباء ولا تتأثر الباء بهذه الصاد المفخمة. معنا اتصال نأخذه من السعودية من ريناد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي يا بنتي اقرأي، أهلا وسهلا. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل للمطففين. اسمعينا من الهاتف يا ريناد واغلقوا صوت التلفزيون أهل البيت الله يكرمكم. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون أنهم مبعوثون مبعوثون. لا عيدي أنهم، وهاتي الغنن كويس. أنهم مبعوثون ماشي ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. بارك الله فيك يا ريناد أحسنتي.
شكرا جزيلا على هذه المكالمة، ونسأل الله أن يجعلك من الصالحات. معنا اتصال آخر من العراق من عبد الله. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخي الكريم، تفضل بارك الله فيك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت، وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت، وأذنت لربها وحقت، يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. إنه كان في أهله مسرورا. إنه ظن أن لن يحور. هات الغنة بشكل جيد. إنه ظن أن لن يحور. جميل. بلى إن ربه كان به بصيرا. جزاك الله خيرا. أحسنت يا عبد الله، بارك الله فيك. حسبك، بارك الله فيك، جزاك الله خيرا. يا عبد الله تسمعنا؟ طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون، وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. بارك الله فيك، حسبك يا أخي. طيب، معنا أيضا اتصال من أم عبد الرحمن من السعودية. السلام عليكم. عليكم السلام. أهلا وسهلا، أهلا قرآن، حياك الله، مرحبا، أهلا وسهلا، تفضلي بارك الله فيك. هاتي من قول الله تعالى: فلا أقسم بالشفق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون. كمان مرة، ولكن نريد أن تكون الفتحة أوضح. فما لهم، فما لهم لا يؤمنون. وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. وإذا قرئ، وإذا قرئ عليهم القرآن. حاولي فيها أكثر. قرئ وإذا قرئ. نعم، هذا أفضل. يعني إذا تعذر عليك وما استطعت إلا أن تقولي قرئ، ما في مشكلة، هذا أيضا من المتواتر. نعم. وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. نعم. بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون. فبشرهم بعذاب أليم. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. غير غا غا فلهم
لهم أجر غير ممنون. لا لا، الغين انقلبت إلى قاف، هذه ما فيها قراءة أي. أخرى نسمح بها، غير ممنون، غا غير لا غير انتقي م... لا انتقي الغين فقط وحدها، غا غير لا قولي قولي غا غا غير حاولي فيها، حاولي، ما تحتاج إلى مجاهدة. غير غير ممنون. نعم، ومع المحاولات المستمرة يعني ضعي هذا الأمر في ذهنك وطبقي في هذا الأسبوع، وإن شاء الله في الأسبوع المقبل نستمع إلى حرف الغين يكون أحسن من هكذا بإذن الله تعالى. وفقك الله يا أم عبد الرحمن. معنا أيضا اتصال من عمر من السعودية. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخي الكريم عمر، اسمعنا من الهاتف ولا تسمعنا من التلفزيون، بارك الله فيك. إن شاء الله إن شاء الله. تفضل اقرأ بسم الله. طيب تقلب لي على الصفحة بس. الصفحة 589 أول سورة الانشقاق. وأؤكد عليك أن تسمعنا من الهاتف وأن تغلق صوت التلفزيون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا. هذه الملاحظة التي نبهنا إليها وهي مراعاة المفخم والمرقق، وراء رقق الهمزة، لا تقول وراء هكذا الهمزة صارت مفخمة، وراء ظهره. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره. جميل، أحسنت. فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. إنه كان في أهله مسرورا. إنه ظن أن لن يحور. بلى إن ربه كان به بصيرا. بارك الله فيك، أحسنت، ما شاء الله، جميل، أحسنت، بارك الله فيك. معنا اتصال أيضا من عبد المحسن من السعودية. السلام عليكم عبد المحسن. معنا نعم. تفضل بارك الله فيك، تفضل. الغريب والغريب لما الله تعالى يقولون فرقان دعات. أيوة نعم، انتهيت بارك الله فيك. بارك الله فيك يا عبد المحسن، قرأت قرأ عبد المحسن سورة الإخلاص، ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منه سبحانه وتعالى، فالله عز وجل كريم سبحانه. ومعنا هشام من الجزائر. عائشة من الجزائر، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي بارك الله فيك، أهلا وسهلا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا. جميل، بارك الله فيك، شكرا يا عائشة. ومعنا أيضا من الجزائر أم عائشة. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام، حياكم الله، أهلا وسهلا ومرحبا. بارك الله فيك وفيكم، تفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. رققي الهمزة من أجر، لا تقولي أجر. لا نعم، لهم أجر غير ممنون. ممتاز، ما شاء الله، أحسنتما، بارك الله فيكما عائشة وأم عائشة، أكرمكم الله. معنا اتصال آخر من شيماء من السعودية. السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضلي يا شيماء، أهلا ومرحبا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت. إذا بدأت بالآية الأولى أعيديها مرة أخرى وقولي إذا السماء انشقت، يعني أعطي الغنة قدرها وحقها من الزمن. إذا السماء انشقت. جميل. وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح. إنك كادح. لا، إذا وقفت إنك كادح. إنك كادح. نعم. إنك
إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. كدحا فملاقيه، قلقل الدال. كدحا فملاقيه. جميل، أعيد الآية مرة أخرى واضبطيها كاملة. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا. لا 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 تتنفسي في وسط الآية. إنك كادح، كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. يا أيها الإنسان إنك كادح، إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. كدحا فملاقيه، كدحا فملاقيه. نعم. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله. لا، في الأول صحيح الغنى، وينقلب. وينقلب إلى أهله مسرورا. بارك الله فيك، بارك الله فيك يا شيماء، أحسنت ما شاء الله. وهكذا الأحكام بالتدرب وبالتمرن وبالتمرس تزداد وتتحسن مرة بعد مرة، وأسأل الله عز وجل أن يتمم لنا ولكم أحكام التلاوة من واسع فضله الكريم، وأن يرزقنا فوق ذلك العمل بهذا الكتاب المبين. فاصل أيها الإخوة والأخوات، ثم نعود إليكم لنواصل استقبال اتصالاتكم، فانتظرونا. رتل الآيات هيا نحن نصغي في حفاوة، ولتكن دوما نبيها عند تصحيح التلاوة. حياكم الله من جديد أيها الأكارم في كل مكان مع الجزء الثاني من حلقة برنامجكم تصحيح التلاوة، ونستهل هذا الجزء باتصال من مهند من السعودية. السلام عليكم. السلام عليكم يا مهند. ألو. السلام عليكم ورحمة الله، تسمعنا يا مهند؟ تفضل، بارك الله فيك. أهلا وسهلا، أنت على الهواء يا أخي الحبيب. ألو. نسمعك على الهواء، بارك الله فيك، تفضل، بارك الله فيك. ألو. طيب، لو تعيد الاتصال، بارك الله فيك، تسمعنا بشكل أجود، أحسن وأحسن إن شاء الله تعالى. وكما تعلمون نحن على الهواء مباشرة على استعداد لاستقبال اتصالاتكم إلى آخر مدة هذه الحلقة إن شاء الله تعالى. ونأخذ اتصالا من الجزائر من نصيرة. السلام عليكم. معنا نصيرة. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي، بارك الله فيك، أهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، نحن نسمعك يا أخت نصيرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. بارك الله فيك يا نصيرة، هناك بعض الحروف تقلقل معك، ولا قمر إذا اتسق، ولا قمر، ما في داعي لقلقلة اللام هنا. لهم أجر هذا لا يصح، الراء تحتاج إلى تفخيم واضح، أجروا والنون ثابتة، أجر غير ممنون،
أجر غير ممنون. أرجو أن يكون واضحا، لو معنا أعيديها، لو انتهى الاتصال ما في إشكال. طيب بارك الله فيكم، لا بأس. معنا أيضا اتصال من أم محمد من الجزائر. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. تفضلي يا أم محمد، أهلا وسهلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت. تنوين القراءة برواية حفص يا أم محمد؟ نعم نعم. طيب تفضلي. وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا. إلى ربك رقق الله. نعم. إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا. لماذا يحاسب حسابا؟ لا 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 تقول يحاسب. يحاسب. فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى نفس الكلام وينقلب إلى أهله مسرورا. أهله، الياء هنا صلة ضرورية. أهله مسرورا. نعم. وأما من أوتي. أين الألف؟ وأما. وأما من أوتي كتابه وراء كتابه أيضا الواو. نعم. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. إنه كان في أهله مسرورا. لا مش مسرورا، مسرورا قف السين. مسرورا. إنه ظن أن لن يحور. بلى إن ربه كان به بصيرا. جزاك الله خير الجزاء، شكر الله لك يا أم محمد، أحسنت ما شاء الله تبارك الله. نأخذ اتصالا آخر. معنا ماهر من السعودية. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا ماهر، أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياك من الماهرين بكتابه الكريم. آمين يا رب. أهلا وسهلا، تفضل بارك الله فيك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق. أعد هذه الآية ورقق أعد هذه الآية وامسك يعني الراء بحيث تكون يكون سكونها غير مقلقلا. لتركبن كذا لا يصح. لتركبن، ثبت السكون جيدا على الراء. لتركبن طبقا عن طبق. حرف العين في عن طبق غير واضح جيدا بالنسبة لي. لتركبن طبقا عن طبق
فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب. ركت الراء جيدا وثبت سكونها فبشرهم. فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. أحسن الله إليك، بارك الله فيك وسلمك. وتلاوتك ما شاء الله تتسم بسرعة التصحيح وسهولة استقبال الملاحظة والعمل بها، وهذا شيء عظيم يؤهلك لسرعة التعلم إن شاء الله تعالى. أسأل الله أن يوفقك، بارك الله فيك. معنا اتصال آخر من مهند من السعودية. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله، تسمعنا يا مهند، بارك الله فيك. نعم حياك الله، أهلا وسهلا، تفضل. من أول السورة؟ نعم، أعد من أول السورة على بركة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض. جميل، كما يا مهند، كما فعلت في وحقت، التاء هكذا ساكنة ومهموسة وجميلة، نفس الذي فعلته هذا نريده في وأذنت. وأذنت لربها. وأذنت لربها وحقت. نعم. وإلى الأرض مدت. لا تقلقل الراء، لا تقل الأرض، الأرض. وإذا الأرض مدت. جميل. وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فكيف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب الى اهله مسرورا. بارك الله فيك، جزاك الله خير. واما من اوتي كتابا وراء ظهره. بارك الله فيك يا مهند، احسن الله اليك. وتلاوه حسنه ما شاء الله، وفقك الله. نأخذ أيضا معنا أيضا عبد الرحمن. معنا عبد الرحمن، نعم لا بأس، ما في إشكال بإذن الله. حاول أن تتصل مرة أخرى أخي عبد الرحمن. وكما تسمعون أيها الإخوة والأخوات، هناك ملاحظات كثيرة متفق على كثرتها عند القراء الذين يقرؤون ويتعلمون. ومن هذه الملاحظات التي مرت بنا الآيات الخمس الأولى من أول السورة، انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وكذلك وتخلت وحقت. فالتاء هنا نستمع إلى بعض الأخطاء فيها، بعضها ظهر معنا وبعضها لم يظهر معنا بفضل الله تعالى، ولكن التنبيه واجب، ليس كل المشاهدين يتصلون. فلا يجوز أن ينكتم صوت التاء بحيث إنه لا يخرج هواء بعد حرف التاء، لأن التاء حرف ثقيل على اللسان، إذا انغلق ينحبس خلف اللسان كم يسير من الهواء، هذا الهواء يريد أن يخرج، فمجرد فتح المخرج يخرج هذا الهواء. هذا العمل يسمى عند علماء التجويد بالهمس، فيقولون انشقت، انكتم الصوت ففتحنا اللسان فخرج هواء كان منحبسا. المفترض أني لا أقطع هذا الهواء بحيث إني لا أخرجه، فأقول انشقت
وحقت مدت، لا هذا لا يصح، ولا أن أزيد في هذا الهواء أكثر من الهواء الذي انحبس. هو مجرد هواء انحبس ففتحنا له الممر ليمر ويخرج بسلام بس، لكننا لا نزيد فيه. كذلك لا يجوز أن نحوله إلى سين، ويكون ذلك بإلصاق الأسنان على بعضها البعض، فنقول إن شقت كما تسمعون هناك سين في آخر التاء، وهذا لا يصح، هذا لا يصح، وهو مما يشيع بين الناس الإتيان به، وليس ذلك بصحيح. بل حتى بعض المتقنين من القراء، يعني أعني بالمتقنين أي المجازين، يعني لا ما زال عنده هذه الملاحظة، فليتنبه إلى ذلك بارك الله فيكم. فنقول إن شقت وحقت وهكذا. نأخذ اتصالا من الأخت الكريمة ريهام من الجزائر. السلام عليكم. سهام. سهام تفضلي بارك الله فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. أجر قلقلي الجيم. قلقلي الجيم في أجر، لا تقولي أجر. أجر غير ممنون. نعم جميل، أحسن أحسن كثيرا، بارك الله فيك يا أخت سهام وجزاك الله خيرا. وكذلك معنا اتصال آخر من فاطمة من السعودية. السلام عليكم. ألو. أهلا وسهلا يا فاطمة تفضلي. تبت يدا أبي لهب وتب. قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم في البداية. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أقنى عنه ماله ما كسب سيصلى نارا. أعيدي معي يا فاطمة. ما أغنى عنه ماله وما كسب. ما أقنى عنه ماله ما كسب. عنه ماله وما كسب. وما كسب. ماشي. سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة وامرأته حمالة. لا أعيدي معي بهدوء. وامرأته تو. وامرأته حمالة الحطب. حمالة الحطب. حمالة الحطب في جيدها. في جيدها. مسد. في جيدها. أعيدي قولي. في جيدها حبل. في جيدها حبل من مسد. جميل بارك الله فيك يا فاطمة. كم عمرك يا فاطمة؟ سبع سنوات؟ ايوه. ما شاء الله، الله يفتح عليكي. أخويا يبغى يكلم. طيب هاتي ما في مشكلة. وعليك. وعليكم السلام ورحمة الله، ما اسمك؟ محمد. محمد. أهلا وسهلا تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة. يتلو صحفا غيمة.
اسمعني يا حبيبي، يتلو صحفا مطهرة. يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة، وما تفرغ الذين أوتوا الكتاب مخلصين له الدين إلا من بعد ما جاءتهم البينة. الدين حنفاء وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. بارك الله فيك. إلا من بعد ما جاءتهم البينة. بارك الله فيك حبيبي. الأبناء الصغار من الجيد جدا أن يستمعوا إلى يعني السور القصيرة هذه، قصار السور مسجلة بصوت ثابت محدد رتيب مكرر، يسمعونه عدة مرات بنفس الشيخ المسموع، بحيث إنه ينتقش في أذانهم انتقاشا الحرف وطريقة أدائه وحركته، يعني كله ينتقش في الذهن ولا يضيع منه شيء، كل دفعة واحدة. فالاستماع الاستماع الاستماع هذا نافع جدا مع الأطفال ومفيد جدا، فأوصيكم بارك الله فيكم بهذا الأمر. معنا اتصال من أحمد من السعودية كذلك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا أخي الفاضل، أهلا وسهلا، تفضل بارك الله فيك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق. انتبه إلى الملاحظة الدقيقة أخي الحبيب، انتبه معي إلى هذه الملاحظة الدقيقة. أنت ما شاء الله من التلاوة يظهر لي أنك متقن. القلقلة في حروف قطب جد لا ينبغي أن تختمها بصوت همزة، يعني لا تقول بالشفق ق كأنك جعلت همزة في آخر هذه القلقلة، بالشفق ق صوت يعني مفتوح لا ينقفل في نهايته الحنجرة. والليل وما وسق طبق بهذه الطريقة، فهات هو القمر إذا اتسق. والقمر إذا اتسق إذا اتسق، خذ راحتك يعني هذا يحتاج إلى تكرار ما في مشكلة. والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. حقق الهمزة بوضوح. وإذا لا تقول وإذا، وإذا قرئ لا لا ما زالت تحتاج وإذا إي وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. أحسنت ما شاء الله. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. الوصل الذي وصلته كان صحيحا، المعنى لم يتم على الوقف على الصالحات، فأعد وعملوا الصالحات. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. أحسنت ما شاء الله. تحفظ القرآن كاملا؟ معنا أحمد؟ طيب لا بأس، أرجو الله أن يكون يعني من حفظة كتاب الله، وإن لم يكن ختم فأرجو الله عز وجل أن يسهل له الختم. القراءة جميلة وحسنة ما شاء الله ومتقنة أخي أحمد، بارك الله فيك. نأخذ اتصالا من ابنتنا شهد من السعودية. السلام عليكم. وعليكم السلام. أهلا وسهلا يا بنتي، تفضلي اقرأي. أعوذ بالله من الشيطان
الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها تنزل الملائكة من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. بارك الله فيك يا شهد. قولي تنزل الملائكة. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. كم عمرك يا شهد؟ كم سنة عمرك؟ يعني يبدو سبع سنوات ما شاء الله. يا أبا شهد ويا أم شهد، انتبهوا لمسألة النفس الذي تأخذه شهد في تلاوتها، فسنها لا يسمح بوجود هذا النفس الآن، وهي عادة وليست ضيقة تنفس، هي مسألة عادة، فهذه العادة تحتاج إلى حمل على تركها حتى تتحسن أكثر وأكثر بإذن الله تعالى. أيها الإخوة والأخوات، عند هذه النقطة من البرنامج ومع مشاركة ابنتنا شهد، أسأل الله أن يصلحها وأبناءنا وأبناءكم أجمعين، نصل إلى ختام حلقتنا من برنامجكم تصحيح التلاوة. نسأل الله عز وجل أن يجعل فيه النفع والفائدة والقبول، إنه تعالى أكرم مأمول. نلقاكم بإذن الله في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم الله علينا بين كل العالمين، رحمة منه وفضلا نزل النور المبين. رتل الآيات هيا نحن نصغي في حفاوة، ولتكن دوما نبيها عند تصحيح التلاوة. أسعد الناس تقي يتغنى بالكتاب، ماهر يتلو ويرجو أنعم الله علينا بين كل العالمين، رحمة منه وفضلا نزل النور المبين. رتل الآيات هيا نحن نصغي في حفاوة، ولتكن دوما نبيها عند تصحيح